para las 7 de semana. أهلاً بحضراتكم، هنستكمل محاضراتنا عن المشروع الزرعي المصري وعن السهم اللي احنا بنقدمه. يمكن أنا قبل ما أكمل كلام، أنا كان ليا ملاحظات عن أنا كنتش عارف المشروع بتاعنا بالظبط تم الاتباع على إيه، فأنا عرفت بعض من بنود الاتباع وكده، فليا ملاحظات عليها أحب إن أنا أقولها، وأحب إن اللجنة الفنية تعيد نظر فيها. نمرة واحد، أنا كنت أتمنى اختيار مولدات توليد سريع ومولدات كامبيوم، لكن حاسس إن إحنا اخترنا مولدات الماء الخفيف، فهنبقى دايماً في حاجة الوقود بنسبة إسبار 3.5 لـ 4.5%. الوقود عشان نحقق نسبة الإسراء دي لابد من وجود محطة إسراء عندنا تكون تابعة للمحطة. اللي أنا عرفته إن أنا كنت حاول أتحسس بيه برضه إن روسيا هتمدنا بالوقود مباشرة. لا، أنا أفضل ويا ريت اللجنة الفنية تعيد النظر في الموضوع ده، يكون عندنا وحدة إسراء خاصة بينا ويتم الإسراء من خلالنا، وخصوصا إن إحنا تحت الإشراف الكامل لوكالة الطاقة الذرية. يجب ألا نعطي لأي أحد الفرصة إنه ممكن يعطي أو يمنح ويمنع زي ما بيقول. فدي كانت أول نقطة. أو تاني نقطة، لأن أنا كنت أتمنى تكون محطة كالبيو وتوليد سريع. التانية إن يكون عندنا إسراء. ثالث نقطة اللي أنا سمعتها وزعلت جدا ليها، إن أعمال الصيانة اللي هتتم وأعمال تغيير الوقود اللي هتتم هتتم بمعرفة الروس. لا، المفروض ناس ما تتدرب عليها وهي اللي تقوم بيها. ما تبقاش بمعرفة الروس. عمليات الوقود المستنزف او المستنفذ المفروض ان وكالة الطاقة الذرية بتشرف عليه عشان ما يتمش اخراج بلوتونيوم منه، يتم عمل قنبلة ذرية لو الدولة ناوية، لو في دولة من الدول ناوية تتجه للاتجاه العسكري. فأنا كنت أتمنى إن احنا محطة الإسراء تبقى عندنا عشان الوقود بتاعنا ما يبقاش تحت رحمة حد خارجي أي مكان، يكون عندنا محطة الإسراء وده حقنا. ويمكن بكرة بإذن الله هنناقش بنود اتفاقية حد من انتشار الأسلحة الذرية اللي احنا ماضينا عليها وماضينا على الملحق بتاعها، بيدينا هذا الحق. وأعمال الصيانة وأعمال تغيير الوقود وكل الأعمال لابد إن يكون ناسنا مهندسينا اتدربوا عليها كويس جدا وقادرين إنهم يقوموا بيها. ما فيش مانع من وجود روس معاهم، لكن الدور الرئيسي يبقى ليهم والروس يبقى دورهم استشاري. ده اللي انا اتمناه، لان زي ما هقول دلوقتي، انا هتكلم على خصوصيات المفاعل. في اول كلام كنت كاتبه بقول ان قرار انشاء محطه توليد طاقه كهربائيه في الغرب في العالم المتقدم عامه، لان روسيا شرق واليابان شرق والصين شرق وكوريا شرق، هو قرار اقتصادي بحت. عند الناس المتقدمين دول قرار اقتصادي بحت، بيتم دراسه سعر الكهرباء اللي من المحطة التقليدية كام وسعر الكهرباء اللي من المحطة النووية كام واختيار الأنسب من ناحية السعر. بالنسبة لنا ده شيء مهم جدا، ما حدش ينكره، لكن يمكن يضاف عليه كمان نقطة منتهى الأهمية، ألا وهي دخول العصر الذهبي. النقطة ديت أنا أول ما ابتديت أول كلام كنت تكلمته من حوالي شهر ونص، أول ما عرفت الموضوع ده أو شهرين حتى، أنا قلت أنا في منتهى السعادة، لأن إحنا كده هنخش العصر الذهبي. احنا تحت 5 مرات مش 3 مرات، احنا مشروعنا سلمي 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 الى اخره، وقلت ان مشروعنا تحت اشراف دولي تحت اشراف دولي 5 مرات الى اخره، يعني ما فيش اي خوف منه. لكن الخوف ان الناس ما تتدرب وتبقى على مستوى العالمي بالنسبه لهذا النشاط التكنولوجي العالي التقدم. اللي انا ارجوه ان النقط دي تتاخد في الاعتبار، والا تكون باثر سياسي، يكون ده اختيار فني. ففي الحاله دي ارجو اعاده النظر فنيا فيها، ارجو اعاده النظر فنيا فيها. احنا العصر الذري تقريبا داخل على اكثر من كام 75 سنه احنا بنلحق بيه بعد 75 سنه. فتره طويله، فتره طويله، فتره طويله في عالم بيتغير كل يوم كل ساعه. فعشان كده لو هنلحق بيه واللي انا قلته في الاول، أول ما
قلت ما نبقاش مجرد ان احنا مشروع محطه كهرباء وهو ده املنا من الدنيا، ما يبقاش ان احنا ممكن واحد يعمل لي المحطه ويقول لي هات الارض انا هاجرها منك وهحط لك مفتاح الفيشه على باب المحطه تسحب كهرباء تديها للشبكه بتاعتك وتديها لنفسك. لا، ده ما كانش الهدف. الهدف ان انا قلت ساعتها ان احنا ندخل المشروع بكل ابعاده، ندخل المشروع بكل ابعاده، واحنا نشاط سلمي سلمي سلمي. يمكن بكره هم سبب تخوفهم، ما اعرفش تخوف مين اللي هنقراه بكره في مشروع حظر الانتشار النووي او معاهده عدم الانتشار النووي، ان الفرق ما بين التكنولوجيا الذريه السلميه والتكنولوجيا الذريه العسكريه شعره. وطبعا هم خايفين نعدي الشعره دي، لكن طالما احنا موجودين تحت الرقابه الدوليه بالكامل، ما اعرفش من ايه مصدر الخوف يبقى ايه، ما فيش مبرر للخوف، ما فيش مبرر خالص للخوف، الا اذا كان المبرر الوحيد هو الاحتفاظ بينا على درجه عاليه من التخلف بالنسبه لهذا المجال، وده يجب ان احنا نقاومه. كون ان احنا هنبتدي ده شيء كويس جدا، كون ان نبتدي صح ده شيء كويس جدا جدا، لكن مجرد ان احنا بنبتدي كويس بعد كده هيحلها ربنا. يعني دايما احنا بنقول الكلمه دي، لو ان احنا بنلقي اللوم على الاراده الالهيه مش احنا نفسنا. عند دراسه اقتصاديات المفاعلات الذريه يجب ان ناخد في الاعتبار توفر الوقود، دي اول حاجه. الوقود، انا في مره اديت مثال قلت لو عندك عربيه مرسيدس والعربيه المرسيدس دهيت اخر موديل ان شاء الله 10 مليون جنيه، وجيت تسافر بيها اسكندريه وقفت في طنطا او في الطريق الصحراوي مفيش محطه بنزين في الطريق كله، ملهاش قيمه خلاص. البنزين هو اللي بيخلي لها قيمه حتى لو كان ثمنه لا يقارن بثمنها نهائي. نفس الكلام بالنسبه لمحطه التوليد الكهرباء النوويه، الوقود هو الاساس بتاعها، بدون وقود كل المليارات اللي اتصرفت ممكن صنبودي يوقفها لك يقول لك ما فيش وقود، انتوا عليكم حظر في الوقود. دي نقطة مهمة، دي نقطة مهمة. احنا عندنا في مصر اليورانيوم متوفر في فوسفات أبو طرطور 1 في المليون، بنسبة 1 في المليون، وكنا عاملين دراسة إنه يبقى منتج سنوي أثناء إنتاج الفوسفات، السماد الفوسفات. والسوريوم موجود في الرملة السوداء اللي موجودة في الساحل الشمالي عندنا، يعني من أول الدمياط لحد العريش موجود فيها الرملة السوداء. المفاعلات اللي احنا جايبينها مفاعلات ماء خفيف. مفاعلات ماء خفيف يعني زي ما قلت من شوية محتاجة لوقود بنسبة إصراء من 3.5% ل4.5%. لو ابتديت اعمل زي كده دراسه اي مشروع يبتدي تعمله، حتى لو كان مشروع مثلا انتاج رعايه انتاج موسيقي، تعمله دراسه جدوى. في دراسه الجدوى ديت بيبقى في اكثر من نقطه بيتم دراستها ويتشاف هل هيتم تحقيقها بنسبه عاليه جدا فوق 90% ولا لا. اول حاجه لما بنيجي نحسب بنحسب تكلفه انشاء المحطه، المحطة دي هتكلفنا قد إيه؟ وبعدين بنحسب تكلفة صيانة المحطة، وبعدين بنحسب تكلفة تشغيل المحطة، بعدين بنحسب تكلفة الوقود اللي بيستخدم، بعدين تكلفة التخلص من نفايات الوقود. كل ده بيبقى داخل في الحسابات بتاعتنا. يعني أول حاجة زي ما اتفقنا بالنسبة للناس الاقتصاديين، أنا عندي نوعين من التكلفة، تكلفة ثابتة وتكلفة متغيرة. بالنسبة للتكلفة الثابتة اللي هي الأرض، المرافق اللي ممتدة ليها اللي واصلة لحد هذه الأرض، مش كمان المرافق اللي جواها، المرافق اللي جواها بتضاف بحساب للسعر المباشر للمحطة. وبعدين بنقول التكاليف المتغيرة عشان نشغل المحطة من وقود وعمالة وصيانة وقطع غيار إلى آخره. وبعدين بقول تكلفة التشغيل نفسها. وبعدين بقول تكلفة الصيانة، دي نقطة مهمة، تكلفة الصيانة نقطة مهمة، احنا أولى نتعلم منها وأولى نوفر فلوسها.
تكلفة التأمين على أداء المحطة، يبقى في تأمين على أداء المحطة وعلى عدم حدوث مشاكل فيها. تكلفة زي ما قلنا التخلص من المحطة نفسها بعد عمرها الافتراضي ما ينتهي. تكلفة اللي احنا قلنا المرافق، تكلفة شراء المعدات بقى نفسها بتاعت المحطة هتكلفني قد إيه؟ تكلفة شراء الوحدات التقليدية زي وحدة التوربين وزي وحدة الجنريتور المولد. تكلفة التصميم والإشراف على المحطة. كل دي تكاليف لابد إنها تكون داخلة في الحسبان عندي. لابد تكون داخلة في الحسبان عندي. كون إن أنا بفضل محطة نووية على المحطة التقليدية لأسباب كتيرة. يمكن من أهمها إن أنا كل ما أدخل محطة، ودي نقطة كانت مهمة، أنا كان قالوا في الأول المحطات اللي واخدينها 950 ميجا وات، وبعدين قالوا 1200، وده يعني كويس إنه 1200، وقيت كاتبها 2000 ميجا وات. ليه؟ لأن كل ما بتزيد قدرة المحطة التكلفة الثابتة بتاعة الأرض وبتاعة المرافق وبتاعة المعدات إلى آخره بتتقسم على إنتاج المحطة. فبدل الكيلو وات ما يبقى مثلا بجنيه، يبقى الكيلو وات ب 50 قرش، او طبعا انا بوجهي يبقى ب 80 قرش او ب 70 قرش. فدي نقطة مهمة ان احنا اختيار المحطة، اعتقد ان المحطة ال 1200 دي اقل محطة ممكن تكون موجودة في السوق دلوقتي في انتاج الكهرباء. المحطات وصلت ل 2000 ميجا وات و 2500 ميجا وات. فكل ما زادت القدرة التكلفة الثابتة هتتوزع على قدرة أكبر، يبقى الوقود نسبيا هيبقى أرخص. نفس الموقع اللي انا هستخدمه، انا معرفش، انا للاسف الشديد ما زرتش موقع الضبعه، ما اعرفش مساحته قد ايه في قد ايه، يعني هو يا ريت الكلام ده يعني حد من الناس المسؤولين يطلع يقول لنا. يمكن احنا هنا حاولنا نتكلم وباسهاب عن الامان النووي عشان ناسنا ما تخافش ان الموضوع ما فيهوش الخطوره والمخاطره اللي انتوا حاسينها. أرجو بقى إن حد يطلع من الناس المسؤولة عن هذه الدراسات وعن هذا المشروع وعن إدارته يقول لنا المحطة مساحتها كام في كام، اللي هيتركب فيها لحد دلوقتي أنا عارف إنه أربع مفاعلات، أربع مولدات. الأربع مولدات اللي هيتركبوا هل كان ممكن الإكثار منهم خليهم ستة أو ثمانية بحيث يتم الاستفادة بأرض الموقع ومرافق أكثر استفادة لغاية النهاية يقلل من الكهرباء ولا لأ؟ أسئلة كتيرة يعني. كنت أتمنى مثلا حد يطلع ويتكلم الكلام ده ويبقى معاه ناس بتمثل فنيات لناس مش مشاركة في المشروع بتبتدي تسأل عشان الأمور تتوضح للناس. يعني دي قلب الديمقراطية، قلب الديمقراطية. طبعا استخدام أكثر من مفاعل بيقلل تكلفة الكهرباء، لأن أنا التكلفة الثابتة للأرض بتتوزع على أكثر من مفاعل. يعني في مساحة أرض محدودة، ما أعرفش أنا ذكرت السرعة في البناء أو مش حبها، لأن السرعة كمان السرعة. مساحة أرض محدودة جدا في رومانيا معمول عليها ست مفاعلات. أنا ما أعرفش إذا كانت هتبقى باينة ولا لأ. معمول عليها ست مفاعلات بالغرض الاقتصادي اللي إحنا بنقوله، إنه يوفر أكبر كمية ممكنة من التكاليف الثابتة عشان الكيلو وات ساعة ما يطلعش غالي. وتكون الناس قادرة عليه، وتكون الناس سعيدة بيه، تقول فعلا المحطة النووية وفرت لنا عن المحطة التقليدية. تاني نقطة من النقط المهمة، طبعا على فكرة كان في ناس، ما انا كنت عملت محاضرة وفي ناس كانت بتتكلم على السعر. الأسعار اللي كانت موجودة وكانت محل دراسة كانت من حوالي 18 سنة ل 16 سنة، عمليات التضخم الرهيبة اللي حصلت في العالم بتخلي الأسعار بتخلي الأسعار بتضرب في 3 في 4. عملية الأسعار فعلا محتاجة لحد اقتصادي برضه يوضحها، لأن العمليات التضخم اللي اتواجدت خلال ال 12 سنة اللي فاتوا غير مسبوقة، بالذات بعد أزمة اقتصادية في أمريكا 2008. تاني تكلفة، احنا قلنا تكلفة الأرض وقلنا إن احنا نحاول إن احنا نحط على الأرض دي أكبر كمية من المحطات أو من المولدات والآلات اللي ممكن نستعملها على أساس إن احنا نستغل الأرض مش كامل استغلالات. تاني تكلفة الوقود، ودي النقطة اللي قلتها، يا ريت يبقى عندنا
محطة الإسراء، محطة الإسراء ممكن تكون خارج أرض الفعاليات بس ما تكونش برضو بعيدة عنها، وتكون برضو في منطقة مؤمنة بحيث إن الوقود بيبقى يتم إسراءه هنا في مصر، ويريد من خانات مصرية، ده هيكون شيء كويس جدا. والاستخدام بتاعنا يبقى من خلال الوقود اللي احنا بنتجوه مش اللي بتورد لنا، وممكن ان يتم منعه او يتم حظره بصورة او باخرى. لو عندي 300 كيلو جرام يورانيوم فعال في الوقود، يورانيوم فعال يعني 235، واستخدم بالكامل هيولد طاقة تكافئ 2.7 مليون طن فحم، او 7.2 مليون برميل بترول، او 32 مليار ادم مكعب من الغاز الطبيعي. هنقولها مره ثانيه، لو انا عندي 300 كيلو جرام من الوقود الفعال، وده طبعا بيبقى داخل في العديد من الاطنان، يعني تعتبر ده نسبه 4%، ال 96% اللي يكملوه بيبقوا يورانيوم 238، فبيبقى الوزن اذا الكلام ده في 96% وجمعها على 300. المفروض ان الوقود اللي هيستخدم له في محطه تقليديه هيوصل ل 2.7 مليون طن فحم، او 7.2 مليون برميل بترول، او 32 مليار قدر مكعب من الغاز الطبيعي. فنبقى بالتالي احنا حاسين مقدار التلوث اللي ممكن يسببه هذا الحجم من الوقود عندما يتم احراقه وارساله في الهواء، الهواء الجوي. عمليه الوقود بتبتدي بحاجه اسمها دوره الوقود. بتبتدي ببحث والتركيب في المناجم، بعدين بستخرج من المناجم، بعدين بتتم عمليات بقى زي عمليات اي معدن تاني، تكسير وطحن ومعالجه كيماويه لحد ما نحصل على اليورانيوم الطبيعي. اليورانيوم الطبيعي اللي هو فيه نسبه 0.72% يورانيوم 235 اللي هو اللي صالح للانشطار. طبعا لا يمكن استخدام اليورانيوم الطبيعي بشرطه الا في انفعالات كامله كالديو، وعشان كده انا كنت يعني بتمنى ان احنا نبقى عندنا انفعالات كامله. يتم اسراء الوقود، وهنا اهميه محطه الاسراء، بحيث اوصل نسبه ال 235 من 7.10% من 7.10% لحد 3.4.5%، ويستخدم في محطات الماء العادي اللي هي زي محطات الحجلة. أمريكا المفروض الوقود المستنزف أو المستنفذ بيتم سحبه وبيتم معالجته واستخراج البلوتونيوم منه وإعادة استخدامه كوقود، وده بيوفر في سعر الوقود. أمريكا لحد ما كتبنا الكتاب ده كانت بتدفن النفايات دي وما بتطلعش البلوتونيوم. الاوروبيين طبعا لانهم مش في غنى امريكا، ده نمره واحد ونمره اثنين ان هم اكثر حرص على الموارد الاقتصاديه، بيعالجوها وبيطلعوا البلوتونيوم وبيستخدموه مره ثانيه كوقود، وده بيرخص من تكلفه الوقود المستخدم، وبالتالي بيرخص من سعر الكيلووات ساعه اللي ناتج. عمليات النقل والتداول للوقود سواء في حالته الطبيعيه او حالته المشغله بيبقى اقل بكتير من عمليات النقل اللي بتتم للوقود التقليدي. الوقود التقليدي بيعوز عمليات نقل ضخمه جدا عشان ننقله، يمكن هنتعرض ليها بعد شويه. المفروض ان احنا لما بنبتدي المحطه في اوائل هذا القرن، في اول الالفينات وواحد واثنين، كان عمر المحطه 40 سنه. بعد 40 سنة لابد ان المحطة تتكهن. النهاردة في 2018 عمر المحطة 60 سنة. بس المفروض بعد 60 سنة تتكهن المحطة ويبقى معروف تكلفة التكهين كام عشان تتحمل على سعر الكيلو وات، عشان ما يبقاش في اجيال استفادت واجيال بتدفع التكهن. تكلفة التشغيل، بتبقى مرتبات العاملين في المحطة سواء المشغلين نفسهم أو رجال الصيانة، تكلفة المعدات المستخدمة في الفك والتركيب، تكلفة قطع الغيار، تكلفة معدات القياس ودي مهمة جدا، والمتابعة والإنذار، تكلفة بقى الإضاءة والمياه وكل باقي الخدمات، تكلفة تدريب عمال التشغيل وعمال الصيانة، تكلفة الخبرات الاستشارية اللي هنحتاجها،
سواء خبرات استشارية من داخل مصر أو من خارجها. وأنا أتمنى لو من خارج مصر هيكون في أكيد روس ما يجتنش يعني هيكون في روس يكون في خبراء من مجالات من بلاد أخرى يعني ده هيكون كويس لأنه هيسري فكرنا وهيسري الخبرة بتاعت الشباب بتاعنا اللي هيكون ابتدى شغل في المحطة. طبعا قبل ما تتكون المحطة يمكن في نص عمر المحطة هيكون هو القيادات اللي بتدير المشروع النووي. طبعا تكلفة قصور الأداء عن المصمم لو حصل نتيجة عيب معين والأداء نزل، تكلفة الشحوم والزيوت، تكلفة إعادة تأهيل المحطة من دهانات وخرسانات إلى آخره، تمام، تكلفة التمسك بمستوى عالي جدا من الصيانة عشان ما يحصلش أي مشاكل. مرة تانية احنا بقى قلنا ان 300 كيلو جرام من الوقود الفعال كافية تشغل المحطة لمدة سنة. الكلام ده لو احنا حولناه لبقى وقود اليورانيوم 238 و235 لان احنا مش هنخلي اليورانيوم بيور 235 ولا يبقى قنبلة، هنحتاج ل 27 طن يورانيوم منخفض الاسراف، ما يحتاجش النقل اكتر من 3 4 شاحنات ينقلوه. لو ال 27 طن دول ممكن نحصل عليهم من 160 طن من اليورانيوم الطبيعي، يعني 160 طن من اليورانيوم الطبيعي بحجم حوالي 8 متر مكعب ممكن نحصل منه على اليورانيوم، نحصل منه على 27 طن من اليورانيوم منخفض الاسراف اللي ممكن يشغل المحطة لمدة سنة. لو المحطة بتشتغل بالفحم هتحتاج 2.5 مليون طن من الفحم، يستلزم نقلها 5 قطارات يوميا ينقل كل قطار 1400 طن. لو شفنا الكمية الرهيبة 2.5 مليون طن، التلوث اللي هتعمله في البيئة واللي هتعمله في الجو قد ايه، واثناء التحميل والنقل والتخزين التلوث اللي هتعمله ايه، وتكلفة العمالة اللي تعمل التحميل والنقل والتخزين. بتحتاج المحطة اللي بتشتغل بالبترول ل 2 مليون طن من زيت الوقود سنويا، تحتاج ل 10 ناقلات فوق العملاقة لنقلها. أما النفايات المتخلفة من المفاعل النووي هي في حدود 27 طن من الوقود ويمكن ضغطها في حجم لا يزيد عن 3 متر مكعب. يعني المحطة خلال سنة ممكن الوقود المستنفذ منها يتحط في حدود سنة، حدود سنة يتحط في حوالي 3 متر مكعب ويتم التخلص من المواد اللي فيه بطرق تلائم كل نوع، لان انا بيبقى عندي مواد حوالي 310 طن مخلفات متوسطة الإشعاع، وعندي 460 طن منخفضة الإشعاع يمكن معالجتها بسهوله خلال سنه، وبعدين عندي المواد اللي هي بقى عاليه الاشعاع دي اللي بيتم التخلص منها على مدار طويل من الزمن من خلال دفنها في الارض او في بيرموها في البحر في الاول. بس طبعا منظمات الخطر والبيئه كانت بتعترض وما زالت بتعترض بشده على هذا. النفايات بقى المتخلفه من المحطه بنفس القدره بتعمل بالفحم هي 6.5 مليون طن ثاني اكسيد الكربون، 44,000 طن ثاني اكسيد الكبريت ده بيسبب الامطار الحمضيه، 22,000 طن من اكاسيد النيتروجين، 320,000 طن رماد بها حوالي 400 طن فلزات ثقيله سامه مثل الزرنيخ الرصاص الكادميوم والزئبق. يعني ارجو ان انا كده اكون نجحت ادي صوره عن اقتصاديات المحطه وأدي صورة عن المقارنة بين المحطة التقليدية وبين المحطة النووية اللي احنا بإذن الله في صدد إنشائها، ووضحت إن ليها مميزات كثيرة طالما هي تماما تحت التحكم ومؤمنة تماما من كل جوانب التأمين، وده المفروض ده موضوع لا يحتمل الجدل ولا يحتمل الاخذ والعطاء، ده موضوع مهم جدا. يمكن انا هتعرض بعد كده في الفيديو اللي جاي هتعرض لموضوع انواع المفاعلات، وهتعرض لموضوع مهم جدا هو ايه هي الاعتبارات اللي بياخدها مصمم المفاعل في تصميمه
يمكن الكلام ده هيبقى مفيد اكتر للمهندسين بتوعنا، لكن برضو الانسان العادي ممكن انه يستوعب. وانا متشكر جدا ليكم.